يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يكتب في بعض الصحف مقالات يدعي أصحابها بأن الأوراق النقدية الحالية لا يجري فيها الربا، وتتوالى كتاباتهم ما بين وقت وآخر في هذه المسألة، فما القول؟ ما هو ما يكتب ناس، يكتب واحد معروف، واحد هو اللي يكتب في هذه المسألة ولم يتصورها ولم يدرسها ولم ينقل كلام غيره فقط. الربا يجري في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، يأخذ حكم الذهب والفضة. نعم، يعني ما أحد يزكي اليوم، لأن أموال الناس كلها أوراق، راحت الزكاة، سقطت عن المسلمين، من يقول هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي فرض الزكاة يعلم أنه سيكون هناك وراق، ويعلم أنه سيكون مع هذا، فرض الزكاة وجعلها من أركان الإسلام، فكيف يتلاعب بها بهذه الصفة؟ نعم.